نتابع مع حضراتكم لقطات حية لوصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. مشاهدينا، نتابع مع حضراتكم الآن وصول السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. كما نتابع مع حضراتكم لقطات حية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الديوان الأميري، حيث ولد أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو من عام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة بين عامي 1921 و1950. وقد تولى الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في 29 من شهر سبتمبر من عام 2020، وأدى اليوم التالي الموافق 30 من شهر سبتمبر 2020 اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة أميراً للبلاد ليكون الحاكم 16 للكويت، ذلك وفقاً للمواد التي نص عليها دستور الكويت وأحكام قانون توارث الإمارة. وتميز منذ شبابه بشخصية هادئة وحازمة ومتزنة محبة للعمل والإنجاز، كما أسهم في تحقيق النجاح في جميع المناصب التي تولاها خلال مسيرته في مختلف الجهات التي امتدت لنحو 6 عقود، بذل خلالها جهود جبارة في تطوير العمل فيها، إضافة إلى تعزيز مكانة الكويت إقليميا ودوليا. We'll be right back.
كما نتابع مع حضراتكم لقطات حية لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أوضح أنه عمل بأحكام الدستور الكويتي والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة، معلناً تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميراً لدولة الكويت.